يعرف العالم بصفة عامة وضعيات صعبة فيما يخص تغطية الاحتياجات الغذائية للسكان والحالة التي يمر بها العالم حتى الدول الغربية من أزمة متعددة تنتمي إلى مواد غذائية استراتيجية مثل القمح والزيوت، وما هي إلى دليل يحتم علينا جميعا تغيير سياستنا اتجاه الانتاج الوطني، ويحتم علينا كذلك جميعا الاعتماد على مواردنا ومهارتنا البشرية في تطوير الانتاج الوطني ورفع قدرات الانتاج من أجل تغطية الاحتياجات الداخلية وتقليص فاتورة الواردات وتحقيق الاستقرار العام للبلاد. إن اجتماع اليوم هو تقييمي بالدرجة الأولى على مدى ما تم تنفيذه ميدانيا من برامج للتنمية الفلاحية والريفية التي شرعنا في تجسيدها ومدى ما يمكن القيام به من أجل إنجاح الحملة الفلاحية الحالية، ولا سيما حملة الحصاد والدرس، بالإضافة إلى التدابير الخاصة بمكافحة حرائق الغابات كأولويات الحاضر. كما يعد هذا اللقاء فرصة أخرى جد هامة من أجل إبراز كل النتائج وتحديد الأهداف المرجوة من خلال إعادة توجيه سياستنا الزراعية. كما يجب علينا أن نطلق خطة إنعاش حقيقية للقطاع، والتي تهدف إلى التحسين المستمر للمنتوجات الفلاحية الوطنية. فيما يخص حماية الغابات من الحرائق، أن أدعوكم إلى ضرورة تعزيز دور اللجنة الوطنية لحماية الغابات لتقوم بدورها الوقائي، وكذا التنسيق ما بين مختلف المتدخلين ميدانيا مع إشراك المجتمع المدني. وفي الأخير، هذه التحديات التي يجب أن نواجهها جميعا وبروح التضامن من أجل المصلحة العامة.